السلام عليكم. في الفيديو ده هشرح تصميم الكاميرات البسيطة باستخدام الكود المصري LRFD لسنة 2007، الـ Design of Simple Beams باستخدام الـ Egyptian Code of Practice LRFD 2007. بعد الفيديو ده باشمهندس ياسر هيشرح اليورو كود ويحل عليه مسألة، وباشمهندس بيتر هيشرح تطبيق للـ Egyptian Code of Practice LRFD ولكن على الكاميرات المعمولة بالـ Built Up Sections. طيب نبدأ سريعا بكود كانت موجودة في رسالة ماجستير قدمها باشمهندس شاين أو مانينج سنة 1978، وده كانت في بداية ظهور الـ LRFD في كود التصميم للـ Steel Structures. وكان الكوت اللي هو قالها LRFD gives a more economical structure. LRFD is more rational than ASD and I plan to continue using it. وده كان الكونكلوجن اللي وصل له بعد تطبيق ال LRFD على كذا منشأ ومقارنته بكود ال ASD في وقتها، وده بيبين قد ايه ال LRFD كان نقلة في تصميم المنشآت المعدنية خاصة وفي المنشآت عامة. ال RFD هو اختصار ل Load Resistance Load and Resistance Factor Design. لو رجعنا كده اللي درسناه السنة اللي فاتت هنلاقي إن الفرق الجوهري ما بين ال RFD وال ASD أو ال Allowable Strength Design ال ASD هو ان الـ ASD كان او الـ Allowable Strength Design كان بيعتمد على انه يقلل الـ Strength بتاعت الماتيريال، لكن ما كانش بيقلل او ما كانش بيضرب فاكتور، ما بياخدش في اعتباره الفاكتور بتاع حدوث الاحمال، فكنا بنشتغل بالاحمال زي ما هي. طيب لما جه بقى ال LRFD ومن اسمه باين ان هو بدأ ياخد فاكتور للأحمال وفاكتور للسترينث، فاللي حصل هو انه ضرب برضو السترينث بتاع الماتيريال في فاكتور لكن اقل شوية من الالاوبل سترينث ديزاين، وخد في اعتباره التوتال بيهيفير بتاع الستيل، وفي نفس الوقت خد في اعتباره احتمالية حدوث كل حمل البروبابيليتي بتاعت حدوث الأحمال، فبدأ يزود الأحمال يضربها في فاكتور، وكل حمل ليه الفاكتور الخاص ليه. يعني الديد لود لو نفتكر الديد لود كان بيبقى 1.4 مثلا ديد، وفي كومباينيشن بيقول لك 1.2 الديد زائد 1.6 لايف. اذا هو خد احتماليه حدوث الديد لود واحتماليه حدوث اللايف لود زائد احتماليه حدوث الويند لود لما كان بيضرب في 0.5 الويند. فهنا الكود ده يعتبر زي ما قال مانينج في الرساله بتاعته ان الكود ده راشنال، يعني منطقي اكتر، لانه خد احتماليه حدوث الاحمال في مقارنه ب الالوبل سترينث اللي ما كانش بياخد في اعتباره احتماليه حدوث الحمل، فبالتالي ال LRFD كان ارخص. طيب يبقى زي ما قلنا هو بيكونسيدر بصراحه بوضوح الليمت ستيتس والمالتيبل لود فاكتور. طيب يبقى من مميزات ال LRFD ان هو زي ما مكتوب using multiple load factor combination should lead to more economical and more reliable، يعني بيضرب الأحمال في فاكتورز، فبالتالي فهو خد في اعتباره الاحتمال بتاع حدوث الحمل أو probability بتاعت حدوث الحمل والإفكت الحمل والإفكت بتاعه، وده بيؤدي إلى إن التصميم بتاعي بيبقى more economical وبيبقى more reliable. تاني حاجة وهي إن change in resistance factor are much easier to make than the ASD. ليه؟ لأن هو دلوقتي ما بقاش عنده فاكتور واحد
ياخد في اعتباره الاحمال، وياخد في اعتباره الريزيستنس بتاع الماتيريال، وياخد في اعتباره حاله التحميل نفسها، وياخد في اعتباره البيهيفير بتاع الممبر، سواء تنشن سواء كومبريشن سواء بيندنج. دلوقتي بقى عنده ان هو يقدر يغير في الحمل، ويقدر يغير في الستيت على حسب الليميتنج ستيت، على حسب بقى كل عنصر وعلى حسب كنت حالة تحميل. آخر حاجة بالنسبة للأحمال الحية مقارنة بالأحمال الميتة، لو الريشيو دي قليلة اللايف لود with respect to the dead load، الطريقة بتاعت الـ RF دي هتبقى ايكونوميك جدا عن لو زاد الحمل الحي. طيب الديزاين اسبكت زي ما خدنا قبل كده، انا هصمم على 3 حاجات. انا هصمم على ان العنصر الانشائي الاستراكشرال ممبر بتاعي الستيل بيم مثلا في الحاله اللي احنا بندرسها، انها تحقق السترينث بتاعها، تريزيست بيندنج وتريزيست الشير ستريس. طيب تاني حاجه لازم اتاكد من وجود الاستابيليتي، لازم اتاكد من تحقيق شرط الاستابيليتي، يعني اللوكال باكلينج اند لاترال تورشنال باكلينج. اتاكد ان مش هيحصل لوكال باكلينج، واتاكد ان مش هيحصل لاترال تورشنال باكلينج. اخر حاجه وهي السيرفيسابيليتي او البرفورمانس، اللي هي بنترجمها بالنسبه لنا كديفليكشن، لازم اتاكد ان المنشا امن للناس من ناحيه المنظر نفسيا، ومن ناحيه الفينشنج لو انا احط فينشنج فانا لازم اتاكد ان العنصر الانشائي بتاعي مش هيحصل له ديفليكشن، بحيث انه يحافظ على الفينشنج بتاعي او التشطيب بتاعي. خطواتنا في الديزاين مش هتختلف كتير عن الخطوات اللي احنا شرحناها قبل كده في الاي اس دي. اول حاجه بدل ما احسب الوركينج لودز بس، انا احسب وركينج لودز واحسب الالتيميت لودز. الالتيميت لودز هي اللي هتتضرب في فاكتور، ودي اللي موجوده في الكود ال ار اف دي. تاني خطوه وهي الاسامبشن بتاعت السكشن، او ازاي ان انا هختار قطاع. طبعا في التوتوريال دي او في الفيديو ده انا هشرح بس على الاي بي اي سيكشن او الهوت رولد سيكشن. فزي ما احنا عارفين الهوت رولد سيكشن هي عباره عن قطاعات بتطلع من المصنع، كل قطاع بيبقى متسمي حسب الدبث بتاعه، يعني اي بي اي 300 ده المقصود ان الدبث بتاع القطاع هو 300 مللي او 30 سنتي، وهكذا اي بي اي 400 اي بي اي 500 لغايه الاخر. وده اللي موجود في مصر، احنا مشغلين بالقطاعات الاوروبي. في امريكا هتلاقي القطاعات مثلا الاي بي اي دي اسمها دبليو سيكشنز وفي اي سيكشنز. اذا انا محكوم بجدول في الهوت رول ده على حسب اللي المصنع بيطلعه لي، على حسب اللي المقاول هيقدر يوفره. فاللي بيحصل هو اني لو انا مانيوال هحاول اختار اول سيكشن يكون او اكتر سيكشن يكون سيف اند ايكونوميك. وانا هعرف ازاي السكشن ده وانا لسه ما عملتش التشيكس بتاعتي؟ فانا بوصل بطريقه ما الى اول سكشن يكون سيف او ان سيف، واللي بعده على طول يبقى سيف. يبقى كاني بدل ما مسكت اول قطاع وجربت عليه التشيكس، لا انا نطيت شويه في الجدول ومسكت قطاع ممكن يطلع ان سيف واللي بعده يطلع سيف، فيبقى ده اول قطاع هيسيف معايا، يبقى هو ده اكتر قطاع ايكونوميك في الجدول اللي عندي. طبعا لو بيلت اب سيكشنز فانت اللي بتكون الـ القطاع بتاعك سواء فلانج سواء ويب، فبيبقى مور ايكونوميك. لكن خلينا في الاي بي اي دلوقتي، ده لو انا بحل مانيوال. طيب لو انا بحل في البروجكت بحل باكسل شيت، ايه اللي هيحصل؟ اكسل شيت هتخليها تعمل اتريشن، هيبدا ياخد اول سيكشن ويجرب عليه كل التشيكس بتاعتي. والله لو كل التشيكس سيف اذا القطاع سيف، طب لو التشيكس بتاعتي كانت ان سيف يبقى القطاع كله ان سيف. يعمل ايه؟ يروح للي بعده ويجرب يشوف هل هو سيف ولا ان سيف، وهكذا بيفضل يعمل اتريشنز او لوب لغايه لما يوصل لاول قطاع سيف وايكونوميك. اول قطاع سيف هو ده هيبقى اول قطاع ايكونوميك. تمام. بعد ما اجيب القطاع دلوقتي انا شغال مانيوال، فانا هفترض ان انا معايا القطاع وهجرب عليه واعمل تشيكس. اول حاجه هعمل سكشن كلاسيفيكيشنز، يعني هصنف القطاع بتاعي. وزي ما قلنا قبل كده السكشن كلاسيفيكيشنز المقصود بيها هل القطاع هو كومباكت نون كومباكت ولا سلندر، عشان اعرف هل هيحصل له لوكال باكلينج امتى، وعشان اعرف احدد
طريقة التصميم بعد كده بتاعته هتبقى عاملة ازاي، والأحمال اللي هيقدر يستحملها. طيب بعد ما حدد القطاع بتاعي، طبعا احنا شغالين IPE، فالقطاعات الIPE هي قطاعات كومباكت، لكن في البلت اب سيكشنز هتلاقي فيه قطاعات كومباكت ونان كومباكت، وفي لما تيجي تعمل بليد جيردرز في الكباري هتلاقي فيه عندك كمان قطاعات سلندر. طيب ندخل على الخطوة اللي بعد كده اللي هي تشيك البندنج ستريسز. لازم اتأكد ان الممبر بتاعي البيم اللي هي المفروض هتشيل، تعالى نفترض ان ده ديستريبيوتد لود، هتشيل ديستريبيوتد لود، فالستريسز اللي عليها هي ستريسز نتيجة البندنج وستريسز نتيجة الشير. فانا لازم اتأكد ان هيستحمل البندنج ستريسز بتاعتي، وقلنا البندنج ستريسز عندي هنا كان فيه اللي هي اليلدنج، ان هو يحصل له يلدنج او البلاستيك هنج يعني، او ان يبقى فيه لاترال تورشن باكلينج، وده هنشرحه بالتفصيل. اخر حاجه وهي تشيك الشير، تشيك ان القطاع ده هيستحمل الشير ستريسز بتاعتي. وفي الاخر بالنسبه للسيرفيسابيلتي بقى او الديفليكشن، عايز اتاكد ان الديفليكشن اللي هيحصل للكاميرا بتاعتي هتبقى within الليمت اللي الكود سمحولي، او within الليمت اللي انت متفق مع الاونر عليه، لان ممكن يكون في فينيشنج محتاج ديفليكشن اقل من الليمت بتاع الكود، فساعتها يبقى على حسب ايه اللي الاونر هيحدده. طيب تاني نبص على طول على المعادلة بتاعة ال LRFD، فهلاقي هنا سيجما جاما اي كيو اي less than or equal الفاي ار ان. يعني ايه سيجما؟ اللي هي السميشن او المجموع بتاع الاحمال كلها، الاي مقصود بها النوع الحمل، يعني ممكن يبقى ديد لود اسميها مثلا كيو واحد، ممكن يبقى لايف لود، ممكن يبقى ويند لود، كل الاحمال بتاعتي. ودي الكيو هي وركينج لودز، يعني مش مضروبه في فاكتور. بالنسبة للجاما هو ده الفاكتور اللي هيتضرب فيها، زي ما قلنا 1.4 الديد، يبقى الديد لود هو الكيو، وال 1.4 ده اللي هو الفاكتور بتاعي اللود فاكتور. الفاي اللي هو الريزيستنس فاكتور بتاعتي، اللي هو غالبا هنا هيبقى 0.85، والار ان هو النومينال ريزيستنس. يعني ايه النومينال ريزيستنس؟ يعني السترينث بتاعي من غير ما اضربه في اي فاكتور. يعني لو فرضنا مثلا ان الريزيستنس بتاعتي انا مش عايز اوصل للاف ييلد، فيبقى ده كده النومينال، ده الفيلير بتاعي، ده اخره يشيل لغايه الاف ييلد، لما اضربه في فاكتور يبقى 0.85 الاف ييلد. طب تعال نشوف اكتر الفرق ما بين الاي اس دي والال ار اف دي، نفتكر مع بعض. في الاي اس دي لو انا كان عندي، يعني الاول سترينث ديزاين، كان عندي قطاع كومباكت، كنت بقول ان الالاوبل بندنج ستريسز بتاعتي هي 0.64 الاف فيلد في الاي بي اي. طيب يعني الاكتوال بندنج ستريسز اللي هي ام واي على اي اكس، واتفقنا ان هي خلاص مش هتبقى ام واي على اي، هيبقى ام على اس اكس، واتفقنا الاس اكس ده هو حاجه اسمها الالاستيك سكشن مودولس، وان في بعض الجداول بتكتبها ساعات زد اكس، وقلنا ان الاس اكس هي المقصود بيها الالاستيك سيكشن مودولس اللي هي تبقى صغيره في الجدول. في بعض الجداول بتبقى حاسبه حاجه اسمها البلاستيك سيكشن مودولس، ودي قيمتها بتبقى اكبر من الالاستيك سيكشن مودولس. يبقى اللي يهمني هو الام على اس اكس. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاكتوال ستريسز، الحمل الحقيقي اللي جاي او الاجهاد الحقيقي، الاكتوال ستريسز اللي عندي نتيجه البندنج مومنت، هيكون لازم اصغر من 0.64 الاف فيلد اللي هو الالاوبل بندنج ستريسز، عشان اقول وفقا للكود المصري ان القطاع ده سيف. تمام. طيب ده الالاوبل سترينث ديزاين، اللي انا بشرحه دلوقتي هو اللود فاكتور ريزيستنس ديزاين، ومن اسمه باين ان انا بتعامل مع لودز،
مش بتعامل مع الستريسز. فتعالى كده نحول الالاوبل سترينث ديزاين الى لود، فهقول ان المومنت اللي عندي الحقيقيه بتساوي، هضرب دي في دي، الاف بي في الاس اكس. مظبوط الكلام ده بالنسبه للمومنت. طيب لو انا عايز احسب المومنت الالاوبل، الليمت بتاعي هيبقى بيساوي ايه؟ هيبقى بيساوي الاف الاوبل مضروب في برضو الاس اكس. تمام. طيب الاف الاوبل ده اللي هو مقصود بيه، اللي هو 0.64 الاف ييلد، كل ده مضروب في الاس اكس. تمام. ده كده الالاوبل مومنت اللي محسوب بطريقه الاي اس دي. طيب في ال ار اف دي الوضع هيبقى عامل ازاي؟ ال ار اف دي قلت انا هحسب الكاباسيتي بتاعه القطاع بيور، يعني من غير ما تتضرب فيه اي فاكتور، اللي احنا هنسميها بعد كده نومينال فلكشر سترينث. نومينال يعني مش مضروبه في فاكتور، فلكشر سترينث. طيب الفاي هو ده هيبقى الريدكشن فاكتور بتاعي، يعني لو رجعت هنا عشان اشوف النومينال فلكشر سترينث هلاقيها اللي هي الاس اكس في الاف فيلد، هي دي زي الام ان. طب وال 0.64 ده اللي هو زي الفاي اللي هو الريزيستنس فاكتور بتاعي. لما تضرب البيور في الفاي هو ده هيبقى الالتيميت فلكشرال سترينث اللي انت هتقارنه بمين؟ اللي انت هتقارنه بالاكتوال فلكشرال مومنت. يعني لو انا عندي ديد لود ديستريبيوتد قيمته 1 طن بير متر رن، الالتيميت لود بتاعي هيبقى 1.4 الديد اللي هو 1.4 في 1 يطلع 1.4 طن بير متر رن، وال 1.4 ده هو اللي هقارنه، هجيب المومنت بتاعته. لو انا فرضت ان ده سمبل بيم عليه ديستريبيوتد لود اهو الواحد طن بير متر رن، فيبقى البندنج مومنت بتاعتي هي دبليو ال سكوير. فهقول ان الام التيميت الحقيقيه الاكتوال بتساوي دبليو اهو، لان الدبليو مضروبه في الفاكتور لود، في ال لو الطول ده 1 سكوير اوفر 8 ويطلع زي ما قال. يبقى ال MU actual اللي هو ال WL سكوير على 8 مثلا في بي لازم يطلع اصغر من او بيساوي ال MU اللي هي ال ultimate flexural strength، يعني اقصى حاجة القطاع ده يقدر يشيلها وفقا لل LRFD، اللي هي بتساوي ال nominal flexural moment، يعني ال capacity بتاعت القطاع ده حسب طبعا الكلاسيفيكيشن بتاعه. يعني لو فرضنا ان القطاع ده كومباكت، فقلنا تعريف الكومباكت هو ان القطاع هيوصل للبلاستيك هنج، اشرحها تاني، فيبقى هو ده الليمت بتاعي، بس هضربه في فاكتور اوف سيفتي يقلله لي شويه، فانا هوصل ل 85% بس من النومينال. طيب تعالى نفتكر كده الحالات بتاعتنا. كنا بنقول لو انا عندي سيمبل بيم اي بي وماسكها انا لاترالي من كل الجناب وحطيت حمل في النص وبدأت ازود الحمل واحدة واحدة لغاية لما توصل للفيلير مود بتاعها. فلو قطعنا سيكشن وبصينا هلاقي عندي الاي بي اي وهلاقي دي الاستريسز بتاعتي. اول ما ابدأ ازود الحمل هلاقي ان الستيل زي ما احنا عارفين هو بيبيهيف على الايديالايزد ستريس سترين كيرف، وقلنا ان النقطه دي هي الاف ييلد لان الحديد الاستيك بيرفكت بلاستيك، و
ده كده الاسترسز وده كده الاسترين. لما تبدأ تزود الحمل هيبدأ يزيد معاك الاسترسز واحدة واحدة. أول مرة أول نقطة مثلا أول حمل هيبقى لسه ما وصلتش للإف فيلد، لسه الاسترسز بتاعتي أصغر من الإف فيلد، ولسه المومنت بتاعتي أصغر من المومنت اللي تسبب لي ييلدينج. أزود شوية هيوصل الإكستريم فايبر بتاعي اللي هو أبعد نقطة عندي إلى اليلدينج، فهسمي ده الام يلدينج. بعد كده هبدأ أزود الحمل بتاعي شوية، هروح هنا هلاقي إن الستريسز أو الفايبرز بدأت أكتر تدخل في اليلدينج، لكن السترين بدأ يزيد. تزود حمل أكتر هتلاقي كل الفايبرز وصلت لليلدينج ويتكون عندي حاجة اسمها البلاستيك سيكشن أو البلاستيك هينج، وده هسمي المومنت اللي عنده مومنت بلاستيك. تمام؟ طيب لو رجعت هنا لليلدينج ستريس هلاقي دي اسمها يلدينج مومنت، واليلدينج مومنت عبارة عن الاف فيلد في الاس اكس، وهنا هلاقي ده البلاستيك مومنت، والبلاستيك مومنت عبارة عن الاف فيلد في الزد اكس. الاس اكس المقصود بيها الالاستيك سكشن مودولس اللي هي الاي على واي، والزد اكس هي البلاستيك سكشن مودولس، البلاستيك مودولس، ودي تتحسب بانتجرال الاي ودي حسبتها هتبقى موجودة في المحاضرة. طيب لو رجعنا لتعريف الكلاسيفيكيشنز كنا بنقول والله القطاع الكومباكت هو القطاع اللي مش هيحصل له لوكال باكلينج لغاية لما يوصل للبلاستيك هينج، والقطاع النون كومباكت هو القطاع اللي احتمال يحصل له لوكال باكلينج بعد ما يعدي اليلدينج، و القطاع السلندر هو القطاع اللي هيحصل له لوكال باكلينج قبل مرحلة اليلدينج. يبقى تاني هنا اللي هيوصل لغاية البلاستيك هو الكومباكت، بعد كده النون كومباكت، بعد كده ايه اليلد. طيب لما اجي اشوف الفليكشرال ديزاين سترينث فوالله انا عندي 4 فيلير مود، يا اما يوصل لليلدينج وده هيبقى في الكومباكت والنون كومباكت، طبعا الكومباكت يوصل لبلاستيك هينج والنون كومباكت يوصل للام ييلدينج، او ان يحصل له لاترال تورشنال باكلينج وده فيلير مود شرحناه بالتفصيل في الاي اس دي، او ان يحصل له لوكال باكلينج سواء في الفلانج او في الويب، وده بيبقى في السلندر سكشنز ودي مش هندرسها دلوقتي. اخر حاجه افكركم بيها الفليكشرال ريزيستنس فاكتور اللي خدناه في الكود المصري هو 0.85. اللود كومباينيشنز، اللود كومباينيشنز زي ما خدنا في ستيل 1 1.4 الديد 1.2 الديد زائد 1.6 اللايف، هتلاقي كل الكلام ده موجود في كود تصميم ال LRFD. افتكر بس مع بعض ان ال L هو اللايف لود اللي هيبقى موجود عادي في الكاميرات بتاعة الميزانين بالنسبة للبروجكت، وال LR دي اللايف لود اللي هيبقى موجود على الروف اللي هو كنا بنقول على حسب السلوب بتاعنا. ال W هي ال wind load، ال EQ هو ال earthquake وده مش علينا السنة. classifications of sections دي شرحناها بالتفصيل، كل الفرق ما بين ال LRFD وال ASD هو الرقم اللي هو ما بين اللي بيفرق ما بين ال non compact وال slender، الأرقام اللي بتفرق ما بين ال non compact وال slender. يبقى تاني انا لما جيت احسب في الكلاسيفيكيشنز انا بحسب الاسبكت ريشيو يعني اللينث وذ ريسبكت تو الويت، فبقول هنا بالنسبه للفلانج السي وذ ريسبكت للتي لازم تطلع اصغر من او بتساوي 16.9 على سكوير روت الاف فيلد، وده بالنسبه للكومباكت اللي هي القطاعات بتاعتنا بتاعت الاي بي، وبالنسبه للويب
فانا هحسب برضو الاسبكت ريشيو اللينث وذ ريسبكت للويدث. اللينث هيبقى عندي الدي ويب، والويدث اللي هو التي دبليو. لما جينا قلنا وشرحنا ازاي احسب السي لو هي مش موجودة في الجدول، فالسي هي الفلانج، الويدث بتاع الفلانج ماينس ثيكنس الويب ماينس 2 الريديوس ده مقسوم على 2. طيب وبالنسبة للدي ويب، الدي ويب هو الدبس بتاع القطاع كله ماينس 2 الثيكنس بتاع الفلانج ماينس 2 الريديوس. تعالوا نفتكر مع بعض ال behavior بتاع lateral torsional buckling بالنسبة للبيم. اللي بيحصل لما يبقى عندك distributed load ان بيبقى فيه عندك جزء عليه compression وفي جزء عليه tension. الكومبريشن فلانج بتبقى عايزة يحصل لها باكلينج اوت اوف بلين، ولما بتيجي يحصل لها باكلينج بتبقى ممسوكة بالويب وممسوكة اللي هو ممسوك في التنشن فلانج، فبتبقى مش قادرة تعمل باكلينج المعروف الجلوبال بتاعنا. فاللي بيحصل انها بتبدأ تلف وبعد كده تحصل لها باكلينج، عشان كده بنسميه lateral torsional buckling. الكيرف ده بيوضح العلاقة ما بين اللاترالي unsupported length أو الطول اللي مش ممسوك أو مش مدعوم للكاميرا من الجنب مع المومنت كاباسيتي بتاعتها. المومنت كاباسيتي قبل ما تتضرب في فاكتور، يعني النومينال كاباسيتي. فلو لاحظنا ان انا لو الطول اللي مش ممسوك عندي او طول اللاترالي سبورتد لينث اللي موجوده عندي بزيرو، فتلاقي الام بتقدر توصل للماكسيمم كاباسيتي بتاعتها اللي هي تكون لي ام بلاستيك هنج. وكل ما ابدا افك اللاترالي ان سبورتد لينث، يعني كل ما ابدا ازود طول مش ممسوك، كل ما تبقى مش ممسوكه من الجناب، كل ما تبدا الكاباسيتي بتاعتها تقل، او الريجن اللي هي تبقى الكاميرا تعتبر قصيره. اخر ريجن دي اللي تعتبر الكاميرا عندي طويلة جدا. الكاميرا لما تبقى طويلة وتبقى مش ممسوكة مش مدعومة من الجنب، فبيحصل لها حاجة اسمها الالاستيك تورشنال باكلينج. يعني لما هتشيل الحمل هيرجع تاني شكل البيم زي ما كان. يبقى دي الريجن بتاعت الالاستيك لاترال تورشن باكن. طيب لو انا قصرت البيم شويه، حاجه ما بين انها تكون لاترالي سبورتد وما بين انها توتالي لاترالي ان سبورتد، حاجه في الوسط كده، فدي بتبقى الكيس اللي فيها ان الاستيك باكلينج. يعني لما تحط الحمل هيحصل لها لاترال تورشن باكلينج، لكن لما تشيل الحمل الكاميرا مش هتقدر تستعيد شكلها زي الاول. تعال نشوف بقى الـ nominal flexural strength لما نيجي نحسبها، نحسبها ازاي، وبعد ما احسبها هضربها في فاكتور. والله لما نيجي نشوف الجراف بتاعنا زي ما قلنا، انا عندي علاقة ما بين الـ nominal flexural strength وما بين الطول اللاترالي unsupported بتاعي. لو انا فرضت ان انا عندي بيم ممسوكة ومدعمة من الجناب، يعني laterally supported،
فهي هتبقى الليمت بتاعي هو انها تقدر توصل للبلاستيك هنج، تقدر توصل لاقصى حاجة عندها ان كل الفايبرز يحصل لها ييلدينج، وهسمي ان المنطقة دي ببلاستيك، البلاستيك ريجن او البلاستيك ديزاين، وهقول ان ال LP ده هو الليمت اللي الكود حاطته لي عشان اقدر اعتبر الكاميرا دي laterally supported. يعني لو انا فرضت ان الكاميرا دي ممسوكة كلها من على الجناب، يعني laterally unsupported length بتاعي بزيرو، وبدأت افك شوية الحاجات او الدعائم اللي ماسكاها من الجنب لغاية ليمت معين، لحد الليمت ده اللي هو ال LP، فانا اقدر اعتبر الكاميرا دي laterally supported. الكود بيقول لي اعتبرها laterally supported. بعد الليمت ده الكاميرا دي مش هتبقى laterally supported، يعني مش هتقدر توصل للماكسيمم strength بتاعها اللي هو البلاستيك هنج. يبقى ال MP هي البلاستيك مومنت بتاعتي، ال LP اللي هي الماكسيمم laterally unsupported length for plastic moment to occur، يعني أقصى حاجة عشان أقدر أضمن إن الكاميرا دي laterally supported. طيب والنومينال سترينث بتاعي دلوقتي، يعني الأقصى حاجة القطاع ده هيستحملها بعد كده هيفيل، هو ال F yield في ال Z X اللي هي البلاستيك مومنت. تمام، لو بدأت أقلل شوية، يعني لو فرضت الكاميرا لما كانت laterally supported كانت ال L دي المسافة ال LP بتاعتي. طيب لو أنا بدأت أشيل شوية من ال laterally supports اللي عندي، فإيه اللي هيحصل للـ unsupported length؟ هيزيد. فلما هيزيد الـ laterally unsupported length عن الـ LP اللي هو بيضمن لي إن هيحصل plastic moment، الـ capacity بتاعة القطاعة دي تبدأ تقل، لأن هيبدأ يحصل له lateral torsional buckling. طيب يبقى الـ nominal flexural capacity بتاعة القطاع لما تيجي تتحسب في الـ inelastic lateral torsional buckling region هتبقى حاجة ما بين ال M بلاستيك وحاجة ما بين ال M R. ال M R دي اللي هي ال limiting buckling moment، ودي اللي هي الفيصل ما بين ال inelastic lateral torsion buckling وال elastic lateral torsion buckling. الرول بتاعها هو باختصار ان انا عايز احسب، لو فرضت مثلا ان الطول اللي مش ممسوك عندي هو ال بي لغاية النقطة دي، فأنا عايز أعرف طول اللاين ده هيبقى كام، وهو ده هيبقى ال ام ان، هو ده الكاباسيتي. فهعمل سيميلاريتي اوف تريانجلز ما بين الشكل ده وما بين الشكل ده، هقدر أوصل للرول اللي موجود قدامي. طيب الرول اللي قدامي ده يعني النومينال كاباسيتي اللي هتبقى موجودة على أي نقطة في اللاين ده تتحسب إزاي؟ تتحسب بمعرفة ال ام بي، تتحسب بمعرفة ال ام ار، معرفة ال LP، ومعرفة ال LP، ومعرفة ال LR. طيب CB ده ال coefficient of bending، وده اتكلمنا عليه قبل كده. طريقة حسابه هنشرحها لأنها هتختلف شوية هنا في ال LRFD. وبرضه لازم أتأكد لما أحسب ال MN إن الرقم اللي هيطلع لي ما يعديش ال M بلاستيك، لأن لو عدى ال M بلاستيك ده معناه إن ال lateral torsion buckling هيحصل بعد ما القطاع يوصل لليد. ما هو القطاع أصلا لو كله وصل لليد، يعني لو كون بلاستيك هنج هيفيل، فمش هيحصل له lateral torsion buckling. تمام، آخر حاجة خالص اللي هي بعد ال LR اللي هي ال elastic lateral torsional buckling، ودي تتحسب ب أو ال nominal capacity بتاعتها تتحسب ب حاجة اسمها M critical و سي بي. السي بي خلاص عارفينها. الام كريتيكال ليها رول بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الاريا بتاعه الكومبريشن فلانج، بيعتمد على الطول اللي مش ممسوك، بيعتمد على الدبس بتاع القطاع، وبيعتمد على الراديوس اوف جايريشن او الراديوس اوف جايريشن بتاع الحرف التي بتاع الكومبريشن فلانج. تمام، طيب من الجراف اللي قدامي ده هيبان لي ان انا عندي فيه points، لو قدرت احسبها في الاول هعرف احسب اي حاجه بعد كده. ايه البوينتس اللي محتاج احسبها؟ اول حاجه ال ام ان، ال ام بي، اول حاجه ال ام بي اللي هي البلاستيك مومنت اللي هي اف فيلد في زد اكس.
تاني حاجة ال ام ار، ال ام ار دي بتتحسب ب يا اما اللي هي ال اف ال في ال زد اكس، وهقولها بالتفصيل، اللي هي 0.75 في ال زد اكس، واعرف ال ال بي بتاعتي اللي هو البلاستيك ليميت او اللاترالي ان سبورتد ماكسيمم لاترالي ان سبورتد لينث للبلاستيك مومنت، وابقى عارف ال ال ار اللي هو الماكسيمم لاترالي ان سبورتد لينث لحدوث الان الاستيك لاترال تورشن باكلينج. يبقى انا لو قدرت احسب 1 2 3 4 والطول اللاترالي ان سبورتد الحقيقي الاكتوال، هعرف احل المساله بتاعتي. يبقى قبل ما احل محتاج احسب الاربع نقط دول. تعال نشوف كده نقطه نقطه بتتحسب ازاي. نبدا بال ال بي اللي هي دي. ال ال بي تعتمد على الراديوس اوف جيريشن بتاع القطاع حوالين الماينر اكسيس، اللي هو يعني لما يبقى عندك ده كده الاي بتاعتك، فحضرتك هتبص على الواي واي، فهتدخل في الجدول وتجيب الار واي. طيب وده الاف يلد بتاعت الفلانج. بالنسبه للاي بي اي في الاغلب بيبقى الاي بي اي كلها معموله من نفس الماتيريال، فبيبقى الاف يلد الفلانج هي الاف يلد. دلوقتي القانون ده موجود عشان لو انا في بيلت اب سيكشن اي بيم، الفلانج معموله من ماتيريال والويب معمول من ماتيريال مختلفه، ساعتها انا باخد الاف يلد اللي معمول منها الفلانج. تمام. بالنسبه للال ار، الال ار زي ما قلنا بيعتمد على الاريا بتاعت الفلانج، بيعتمد على الدبس بتاع القطاع، بيعتمد على الاف ال اللي هي الليمت بتاعي اللي هي 0.75 الاف يلد، او 0.6 اف يلد الفلانج، او اف يلد الويب على حسب الاصغر. طيب انا في الاي بي اي هستخدم ايه؟ 0.75 الاف يلد. في البيلت اب سيكشن هستخدم ايه؟ 0.6 في اف يلد الاصغر من الفلانج او الويب. يعني لو فرضنا مثلا الفلانج معموله من 2.4 والويب معمول من 3.6، فانا هاخد ال 2.4. يبقى في التوتوريال بتاعتنا ال 0.75 في الاف يلد. تمام. الاكس، الاكس هو فاكتور، الفاكتور ده بيعتمد على الار تي. الار تي دي قلنا الريديوس اوف جيريشن بتاع الكومبريشن فلانج اللي هو الفلانج وسوتس الويب. طيب دلوقتي لو انا عندي القطاع كلاسيفيكيشن بتاعتي طلع كومباكت، تعريف الكومباكت هو ان القطاع هيقدر يوصل للبلاستيك هنج من غير ما يحصل له لوكال باكلينج. طيب بالنسبه في الديزاين بتاعي، والله لو حسب اللاترالي ان سبورتد لينث بتاعي اللي انا هسميه دلوقتي ال بي، ال ال بي هو الاكتوال لاترالي ان سبورتد unsupported let. والله ال ال بي لو من 0 لغايه ال ال بي، ف النومينال كاباسيتي بتاعتي هتبقى الام بي اللي هي قلنا البلاستيك سيكشن مودلس اللي هجيبها من الجدول مضروبه في الاف اي. طيب البلاستيك سيكشن مودلس لو مش محسوبه، طريقه الحساب بتاعتها مشروحه في المحاضره، لكن للتقريب فانا بقول ان البلاستيك سيكشن مودولس هو 1.13 من الالاستيك سيكشن مودولس. ده في اني قطاع؟ ده في قطاعات الاي بي اي او قطاعات الاي. تمام. بالنسبه لي لو الطول اللي مش ممسوك عندي بقى اطول شويه وعدى ال ال بي، عدى البلاستيك ليميت بتاعي، فانا بقيت في الريجن بتاعه الان الاستيك لاترال تورشنال باكلينج. يبقى الرول بتاعي هو ده اللي هو بتاع السيميلاريتي اوف تريانجلز. يبقى على حسب الام بي اللي انا هبقى اكون حاسبها، وعلى حسب الام ار اللي انا شفت الرول بتاعها قبل كده، وال ال بي وال ال ار اللي انا هكون حاسبها.
طيب بالنسبة لحساب الـ coefficient of bending، الـ coefficient of bending زي ما قلنا دلوقتي، لو أنا عندي بيم بالمنظر ده وهي laterally supported من النص وعليها distributed load، فشكل الـ bending moment بتاعتي WL square over 8. الـ laterally unsupported length عندي أهو. طيب طبعا بالنسبة ليه الـ compression flange، أنا ببص على الـ compression flange، فلو جينا خدنا الشكل ده بره هلاقي الـ bending moment حاجة عاملة كده، اللي هي زي الرسمة اللي تحت دي كاملة، يعني كأن ده الـ laterally support وده الـ lateral support بتاعي. تمام، هل قيمة المومنت عند النقطة دي زي قيمة المومنت عند النقطة اللي جنبها زي قيمة المومنت عند الـ lateral support؟ طبعا لأ. فلو انا خدت ال CB ده بواحد، يعني كأني ما خدتش تأثير شكل ال bending moment بتاعتي، فانا كده اعتبرت كأن ال compression flange كلها عليها مومنت قيمتها عالية جدا، وده مش حقيقي، مش economic. عشان يبقى economic فانا لازم اخد تأثير شكل ال bending moment بتاعتي عشان اخد في اعتباري ان هنا في مومنت اقل وهنا في مومنت اقل، فانا محتاج قطاع اخف شوية. تمام، خدنا الشكل بتاع اللاترالي ان سبورتد لينث وطلعناه بره. الخطوه الثانيه ان انا هبدا اعوض في القانون الجديد اللي عندي. القانون الجديد ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت عندك في اربع قيم للمومنت لازم تحسبهم. ايه هم؟ اول حاجه تطلع الماكسيمم مومنت، ودي هنسميها ام 2. الماكسيمم ابسوليوت مومنت، يعني المقصود لو هي بوزيتيف او نيجاتيف احنا هنعوض ببوزيتيف. طيب تاني قيمة عندك هي انك هتقسم ال laterally unsupported length ال bending moment اللي عنده الى اربع اجزاء، اربع quarters، اربع ارباع equidistance طبعا. طيب اول ربع المومنت عنده هتبقى اسمها MA، تاني ربع اللي هو المقصود بيه المومنت اللي عند السنتر اسمها MB، تالت ربع اللي هو هيبقى MC. فلما اجي اعوض في المعادلة هعوض 12.5 M2 المقصود بيها الماكسيمم مومنت over 2.5 M2 اللي هي الماكسيمم مومنت. ما انساش اعوض الماكسيمم بوزيتيف، يعني دي لو كانت بوزيتيف 10 او نيجاتيف 10 هتطلع بوزيتيف 10. يبقى ال MA هنا هعوض ب 7، ال MB المقصود بيها المومنت في النص هعوض ب 10، او ال M C اللي هي آخر ربع هيبقى بخمسة. تمام، طيب آخر جزء خالص والله، لو هو ال laterally unsupported length بتاعي اللي هو LB كان حاجة كبيرة جدا فوقع في الريجن بتاعت ال elastic lateral torsion buckling وعدى الليمت بتاع ال elastic lateral torsion buckling، فالرول بتاعي هيبقى محتاج ان انا احسب الام كريتيكال واحسب السي بي. خلاص عرفنا ازاي احسب السي بي. بالنسبه للام كريتيكال هحسب الاريا فلانج، هحسب الدبث بتاع القطاع، هحسب الار تي زي ما قلنا اللي هي سودس الويب، وعلى حسب الاكتوال لاترال ان سبورتد لينث بتاعي هتبان في الحل بتاع المساله. طيب لو انا عندي نون كومباكت سكشن ايه الحل؟ طيب لو انا نان كومباكت والله الرودز هتختلف شويه. لو الباكلينج لينث برضو على حسب الباكلينج لينث، لو وقع في اول ريجن اللي هي البلاستيك ديزاين، ساعتها الام نومينال بتاعتي اللي هي لسه مش مضروبه في اي فاكتور، انا بعد كده اضربها في فاكتور بتساوي ام ان داش اللي هو الرول اللي قدامي ده. طيب الام بلاستيك عارفينها، الام ار عارفينها، ايه اللامدا؟ اللامدا دي اللي هي السلندرنس ريشيو. السلندرنس ريشيو بتاعت الفلانج وبتاعت الويب. اي يعني انا هعوض هنا ازاي؟ بص حضرتك فاكر السلندرنس ريشيو بتاعت الفلانج اللي هي السي على التي اف، والسلندرنس ريشيو بتاعت الويب اللي هي الدي ويب على التي ويب. فمرة هنعوض بالفلانج اللي هي السي على التي اف، ومرة هنعوض بالدي ويب على التي ويب. تمام، طيب بالنسبة للسلندرنس ريشيو بي المقصود بيها ايه؟ المقصود بيها الليمت بتاع ال سي على التي اف في الكومباكت،
لو تفتكره، اللي هو كان بالنسبة للفلانج 16.9 سكوير روت الاف يلد، وبالنسبة للويب اللي هو 127 على سكوير روت الاف يلد. فلو حضرتك هتعوض على السلندرنس ريشيو أول مرة بالسي على التي فلانج، فحضرتك كده بتعوض بالفلانج، فهتعوض بليمت الفلانج في التاني. طيب لو انت بتعوض بالويب، فحضرتك هتعوض بليمت الويب التاني. طيب واللامدا ار اللي هو الليمت بتاع النون كومباكت، اللي هو الأرقام التانية اللي هي 33 و222. بعد ما حضرتك تعوض وتحسب، هتحسب ال ام ان داش بتاعتك، وتاخد الاصغر من الفلانج والاصغر من الويب. يعني بحسبها كلها مره بالفلانج، وبحسبها تاني كلها مره بالويب، وباخد الاصغر. لو كان الليمت بتاعي معدي، فيبقى انا هحسبها برضو بالسيميلاريتي اوف تريانجلز والرولز اللي احنا عارفينها، الام بي والام ار. بس زيها زي الكومباكت، وهاخد السي بي هنا بواحد. اخر حاجة الام كريتيكال نفس الرول بتاع الكومباكت. يبقى الاختلاف كان في الجزء الاولاني بس، في الريجن الاولانية بس، هي ان انا مرة هعوض بفلانج ومرة هعوض بالويب على حسب السلندرنس ريشيو. بالنسبة للشير نفس الفكرة، انا عندي ultimate shear strength وعندي nominal shear strength. ال nominal shear strength المقصود بيه ال capacity اللي هو هيفيل عندها، هضربها في factor of safety عشان ما اوصلهاش، وهيعتبر ده ال ultimate shear strength بتاعي، وده على حسب ال aspect ratio بتاعتي اللي هي ال h على ال t web. ال h المقصود بيها ال depth بتاع القطاع كله، وال t web اللي هو ال thickness بتاع القطاع. والله ال h على ال t web لو كانت أصغر من 72.3، فده معناه إن هو القطاع بتاعي موجود في الريجن بتاعة ال yielding في الشير، ويستخدم الرول 0.6 F yield في area web. طيب لو أنا كنت ما بين 72 و90، فأنا في ال inelastic buckling، فأنا هستخدم الرول ده. الرول ده هو برضو ال 0.6 F yield area web، بس هضربه في فاكتور يقلله شوية، معتمد على ايه الفاكتور؟ على الاف يلد بتاع الويب، ومعتمد على الاتش على التي ويب. اخر حاجه لو انا عديت الليمت، هلاقيني دخلت في الالاستيك باكلينج للشير، وده هيبقى اريا ويب، معتمد على الاريا ويب، والاتش على التي ويب. الاريا ويب اللي هي الاتش في التي ويب. تمام. بالنسبه للاي بي اي، فالاي بي اي هيبقى في الريجن بتاعه ال 0.6 في الاف يلد في الاريا. طب انا هنا بقارن ايه؟ يعني هنا بقارن الالتيميت مع الالتيميت. يعني لو انا عندي اللود اهو زي ما قلنا، هنا الديد لود كان بواحد، فضربناه في 1.4 الديد لود، فيبقى الشير عندي حاجة بالمنظر ده كده، W تقل على الاتنين اللي هي 1.4، والال بتاعتي 1 على الاثنين. القيمة دي قيمة ال actual ultimate load، لازم تطلع أصغر من أو بتساوي ال ultimate shear strength. طيب آخر حاجة عندي في الحسابات هي ال deflection أو ال serviceability. نركز في النقطة دي، زي ما قلنا الليميتنج فاليو بيعتمد على حسب الاونر بتاعك. لو انت هتركب فينيشنج محتاج ديفليكشن قليل، او مطلوب منك تعمل ديفليكشن معين، فده على حسب الاونر. لو مش مطلوب، فانت هتلتزم بالارقام اللي موجودة في الكود. طيب المعادلة بتقول لي ايه؟ المعادلة بتقول دلتا اللي هو الديفليكشن النهائي بيساوي دلتا 1 زائد دلتا 2 ناقص دلتا 0 او دلتا نود. كل الكلام ده لازم يكون اصغر من دلتا ماكسيمم. طيب دلتا ماكسيمم ده هيبقى الليمت بتاعي للكود، هيبقى حاططهولي في حالة ان انا خدت في اعتباري
الديفليكشن التوتال. طب تعال نشوف الديفليكشن التوتال الكود مقسمه لايه. دلتا نود اللي هي الكامبر. يعني ايه الكامبر؟ الديفليكشن اللي بيبقى حاصل في الكاميرا ابورد. طب ده بيحصل في اي حاله؟ والله لو مطلوب منك في الفينيشنج ديفليكشن لفوق، يعني الاركتكتشرال فيو محتاج ان يبقى فيه ديفليكشن لفوق، او البيم اللي عندك دي فيها بري ستريسنج يعني مضغوطه، فلما تضغط البيم بتاعتك من تحت كده يحصل لها ديفليكشن لفوق، ده الكامبرينج. طيب يبقى الديفليكشن اللي هو الفوق ده الدلتا نود اللي هو الكامبرينج. دلتا واحد اللي هو الديفليكشن نتيجة البيرمننت لود، وده بيحصل immediately after loading. المقصود بيه الديفليكشن اللي هيحصل نتيجة الديد لود في الأغلب اللي هو الدلتا واحد. طيب والدلتا اتنين، دلتا اتنين ده اللي هو الديفليكشن اللي هيحصل نتيجة الفاريبل لودز اللي هو المقصود بيها اللايف لودز بلس اني تايم ديبندنت ديفورميشن دي تو بيرمننت لود. لو في حاجة هتحصل كريبينج ولا هيحصل ديفليكشن اكتر مع الوقت. طب انا هقارن ايه عندي في الكود؟ انا هقارن يا اما الديفليكشن التوتال باني احسب الديفليكشن واحد اللي هو اول ديفليكشن هيحصل، والديفليكشن اتنين اللي هو الديفليكشن اللي هيحصل نتيجة اللايف لود، يعني ده كده الديفليكشن اللي حصل نتيجة الديد والديفليكشن اللي حصل نتيجة اللايف، وانقص منهم الكامبرينج اللي هو اللي فوق، واشوف الديفليكشن الفاينل بتاعي اللي هو ده لازم يطلع اصغر من رقم الكود هيبقى قايله لي في جدول. طيب او الطريقة التانية هي ان يعمل الليميتنج فاليو للفيرتيكال ديفليكشن اللي هيحصل نتيجه الفاريبل لود اللي هو اللايف لود. فانا هقول ان الديفليكشن بتاع اللايف لود هيبقى اصغر من ليميت الكود هيبقى ايه. طيب ايه الليميتس دي؟ دلتا 2 ماكسيمم ده المقصود بيها الديفليكشن بتاع اللايف لود، والدلتا ماكسيمم ده المقصود بيها الديفليكشن التوتال لما تحسب ديفليكشن الديد زائد deflection اللايف ناقص deflection الكامبر. تمام. في المشروع بتاعنا احنا هنبقى شغالين بيمز بتشيل بلاستر وبريتل فينش، فيبقى البيمز دي الليمت بتاعها الا على 300. ال ده المقصود بيه السبان بتاعي او ضعف السبان بتاع الكانتليفر لو انا عندي بيم وذ كانتليفر.